خلاص احنا لايف. هاي هلو هلو. بصوا دكتور تامر اهو احنا كده لايف. هلو يا حلوين، احنا دلوقتي مع دكتور تامر. عايزين الناس اهي بدأت تجوين، عايزين بقى اي حد عنده اي سؤال على العملية دكتور تامر هو اللي عملها لي، فعايزين نجاوب بقى على اي سؤال الناس اللي عايزه تعملها او الناس اللي عملتها وعندها اي مثلا مشكله دكتور تامر هيجاوب عليها. انا مبسوط معايا، ما هي سو لافلي ان اصلا شي اوفرد ان احنا نعمل ذس لايف ايفنت. ايه الصوره حلوه؟ الصوره حلوه شكل باين، هو احنا مش باينين، احنا طلع الصوره حلوه كويسه. طيب اوكي، الناس كلها بتبعت هارتس. مع بال ما يحطوا الأسئلة أوكي. يعني تابي قولي أنت تجربتك. أنا تجربتي أنا أصلاً بخاف جداً جداً جداً. مش عايزة تعمل تحليل المتابعة. مش عايزة أعمل تحليل، بخاف جداً 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 من أي بين أو من إبر. بس جيت فترة تعبت جداً وكان عندي دهون على الكبد وكانت بتخليني أصرخ وأنا قايمة أو أنا بقعد. دلوقتي الدكتور مبقاش فيه خلاص الكلام ده الحمد لله. بس لما جيت لدكتور تامر وعملنا التحاليل وكان ينفع اني اعملها، عملت العمليه. يعني انا كنت عندي اكسبيرينس قبل كده في الولاده في السي سكشن، كنت خايفه ان يبقى نفس الوجع ونفس نفس التعب وكده، بس لا خالص، لقيت ان مفيش اي تعب ولا وجع. كان غلستها اول 3 ايام بعد العمليه كاني بس عايزه ارجع نفسي غم عليا همدانة، لكن ما كانش في وجع الحمد لله. وده ريفيو كومن، فيري كومن، يعني دايما بيقول ده، حتى لما يسالني الوجع قد ايه فبساله لو عامل قيصريه قبل كده اقل منها، فدايما نفس الكلام بيقولوه كلامهم. دي حقيقه. وبرده كان بيقعد يتقال لي كتير الناس اللي كانت عاملاها قبل كده مع دكاتره تانيين، هترجعي كتير وهيبقى الترجيع لايف ستايل واي لقمه هتاكليها بتترجع. انا لسه بقول له دكتور، يعني انا الحمد لله الحمد لله يا رب، بس يا رب اكمل على كده. بقالي 6 شهور عامل العملية، مفيش ترجيع خالص ولا اي حاجة. ايه لما بتطفص يعني؟ دي مشكلة، انها مسكونسبشن، ناس فاكرة ان المفروض ترجع. لدرجة ان المساعدة بتاعتي بتقولي العينين بتوعنا بيشتكوا ان هما بيشتكوش، يعني احنا زي ما بيرجعوش. بس بتقولي نعم، بقول لدكتور ما برجعش وانا كده في اي حاجة خالص. بيبقوا شاكين، العكس يبقى خايفين. مش مفروض ترجع، المفروض تاكل كل اللي نفسك فيه كميات صغيرة. دي الفكرة. ممكن لسه بتعبانه اكتر من الناس، ممكن اوقات بتعبانه اكتر، ممكن في الاول، ممكن بس انت بتقولي ما حصلش خالص. لا الحمد لله. المفروض ده بنسبه 99% المفروض يبقى كده ان شاء الله. ان شاء الله. هي انا مشكلتي بس بسبب ان اهمالي، انا ما بشربش ميه كويس، فانتوا المفروض تلتزموا يعني. لازم 2 لتر في اليوم سوائل، ما تهش ظهر. ازاي مش عارفه. هو بالظبط مش عارفه اخلصها. بالظبط. فبالتالي لازم تعملي تقسم على مدار اليوم، لان انت بقت حته ضيقه قوي بتعدي منها كل حاجه. فلازم مش هيبقى زي زمان هشرب مره واحده، فلازم على مدار اليوم كله بقسم الشرب بتاعي. دكتور حد بيسال، ممكن حد عنده تكيسات على الكلى وراثيه يعملها ولا لا؟ ممكن هنيفالويت على حسب مأثره على وظائف الكلى، لان للاسف ساعات بتبقى مأثره. لو الوظائف كويسه والديجري مش كبير ممكن نعمل العمليه. في حد بيقول زياده وزن قد ايه تخلينا نفكر نعمل عمليه؟ هي بتتحسب ازاي؟ كتله الجسم، بنجيب الوزن نقسمه على مربع الطول، بيديني رقم، الرقم ده اللي بيحدد كتله الجسم، يعني قد ايه دهون بالنسبه للطول. يعني ما ينفعش اقارن الوزن لاطوال مختلفه، فاكتر من كتله 35 ممكن نعمل عمليه على طول. يعني كام؟ يعني فوق 90 كيلو في الغالب، على حسب متوسط طولنا هنا في مصر والدول العربيه 1.65 متر، لو اقل ممكن يبقى اوزان اقل. ما بين 80 و90 كيلو مش على طول العمليه اختيار قوي، ممكن تكون ولكن مش اختيار قوي. فبنقيمك اثناء الكشف، نقدر نقول لك او نقول لك ايه العمليه المناسبه ليك ولو كانت مناسبه ولا لا. دكتور، السؤال ده ناس كتير بتساله، هل العمليه بتاثر على الانجاب؟ هي عايزه تعمل بس قالوا لها ان مش هتعرفي تجيبي بيبي صحته كويسه. السؤال طلع منهم سؤالين بالمره عشان انا متاكد هيتسال. اولا احنا عملت ايه عمليه؟ بكيني سليب. فالبكيني سليب هل لو عامله ولاده قبل كده تمنع ان انا اعمل بكيني سليب؟ لا خالص، مكان القيصريه ده جرح بيبقى صغير كده. احنا بكيني سليب بنستخدم 3 نقط عند البكيني لايف، مش هيأثر، ما بينشفش الرحم، ما بيأثرش على الولاده اللي قبل كده، ما تأثرش على العمليه، ولا لو ما كانتش عامله ولاده قبل كده تقدر تعمل العمليه، لان احنا
من البكين سليم ما بنشوفش الرحم، الرحم تحت غويط بعيد عننا خالص ما بنشوفوش اصلا. ممكن تاثر على الولاده او تمنع الولاده، بالعكس ده ساعات دكاتره الناس بيبعتوا لنا الحالات عشان ينزل وزنهم يحسن الحمل ويسهل الولاده. نمره اثنين اللي سمعته وده اللي فهمته في الغالب غلط، ان ما ينفعش تحمل اثناء نزول الوزن، فعشان كده بنقول استنى سنه لسنه ونص ممنوع الحمل. ليه؟ عشان ما ينفعش تعمل دايت وتخس وتحمل في نفس الوقت، ما ينفعش. طيب حد بيقول الناس اللي بتعمل عمليه بتتخن تاني بعد فتره، ازاي نحافظ على النزول بعد الوزن المثالي؟ ما ده دايما اللي بقوله، الشطاره مش بس نعمل العمليه، الشطاره نستغل العمليه. العمليه سحر كل حاجه وبدون مجهود، لسه بتقولي باكل كل حاجه تمام، بس الفكره كنتاكي يا غالا قالت لي كده ضحكت نص ضحكه، بس الفكره كلها ان اللايف ستايل لازم يتغير. طبعا كنتاكي زمان كان بيبقى الوجبه كلها، دلوقتي كنتاكي اعتقد ان قطمتين بالعافيه. فالفكره كلها لازم احافظ، لازم اخد الوسيله دي واحافظ عليها. انا دايما بقول كلمه، انا هعمل تكميم هنا، لازم انت تعمل تكميم هنا، لان لازم تحافظ على حديولك. العمليه سحر وكل حاجه، بس يعني مهما كمل مش هقدر اصغر المعده للسكريات وحلويات تعدي، معلقه السكر هتعدي من التكميم بكل سهوله وما اقدرش اقفل البق، فعشان كده لازم انا اشتغل هنا وانت تشتغل. في سؤالين شباب بعد شويه، واحده بتسال بتنزل كم كيلو، وحد بيسال معدل النزول في العمليه قد ايه؟ انت خسيتي قد ايه؟ انا من 102 ل 67. وطولك؟ 100 وحاجة و60. تمام، انت خسيتي كده 90% من الوزن ازاي في 6 شهور؟ خسيت بني ادم كده. يعني كل الاكسس ويت راح، ودي حاجه كويسه طبعا. في 6 شهور بس. فانا دايما بقول سرعه نزول الوزن كانت ايه؟ 10 ايام هتحس بنفسك فتح اكتر والحركه احسن وتقولي قادر امشي احسن. عندي ناس بيبقى عندهم مشاكل في التنفس اصلا، الشخير بالليل. مره دايما بهزر واحد بحكي قصته، يعني انه مراته افتكرته مش عايش، مات خلاص بصحته، لانه كان طول النهار بيشخر، طول الوقت بيشخر. اول ما عمل العمليه النفس اتحسن، طبعا الدهون اللي على الصدر دي بتروح، النفس بيبقى احسن. 3 شهور كل حواليك هياخد باله، 6 شهور هتبقى واحد تاني. نسبه قد ايه؟ احنا المفروض نجاح العمليه من اول 50%، بس طبعا ده رقم قليل. بنقول لغايه 80% بقى هايل، نتيجه هايل. انت وصلت 90%. في ناس بتوصل 100، عندي واحد وصل 140، واحده وصلت 140%. عندي سنة لما نوصل للسنة، في ناس بتبقى عند 80%. بس هي حسب تقريبا المحافظة، يعني على الشطارة محافظة والوزن الأولي طبعا. يعني وجع القولون بيروح، القولون سببه اللي هو في الغالب بيتكلم عن القولون العصبي، ده بيبقى مشكلة في حاجة اسمها بروبايوتكس، لو تسمعوا عنها. في حاجة ميكروبس جوه الجسم حميدة، واحنا عندنا في جسمنا كلنا ملايين الميكروبات، منهم حميده وميكروبات بتعمل مشاكل وامراض. ففي بالانس مهم جدا ما بين الميكروبين دول. في الناس عندهم مشاكل القولون بيكون في مس بالانس، في يعني زياده من الميكروبات السيئه. العمليه اكتشفوا انها بتحسن الكلام ده لدرجه انه مش بس كده، جم عملوا بحث على الفئران، جابوا فئران عملوا لهم جراحات سمنه خسوا، اخذوا الميكروبات الحميده دي حطوها في فئران من غير عمليه، الفئران الثانيه خسوا. فدي الفكره دي، وبيقولوا ان ده بيكمل ليه الناس عندها سمنه والناس ما عندهاش، ممكن يكون امبالانس ما بين الميكروبات دي. فطبعا اجابه مختصره، بيتحسن طبعا قولون. طيب دكتور، في حد عمل التدبيس من 2008 خست من 160 ل 100 كيلو، رجعت تاني ل 130، فهي بتقول قالوا لها مش هينفع تعمل تكميم تاني، لازم تعمل تحويل مسار. يعني ايه تدبيس معده؟ تدبيس معده عمليه انتهت، لانها عمليه ما اثبتتش نجاحها، ليها مشاكلها، ما حدش بيعملها خالص في العالم دلوقتي. ما هي الا تكميم معده، بنشيل تلتين المعده، تدبيس بندبس ونسيبها في مكانها. ففي الحاله دي مشكله، لان تكميم المعده ممكن يضر في نجاح العمليه، فاحسن حاجه تحويل مسار. ممكن نعمل تكميم بس نتائجها كبيره وحشه مش حلوه، وممكن تبقى في خطوره اعلى، فالامن هي تحويل مسار، نحاول التبيس واللي هي مش تكميمه، عمليه قديمه، لتحويل مسار احسن. دكتور سقوط الشعر ده سقوط الشعر part of the process. سقوط الشعر ده حاجه دايما لما حد بيقول لي الموضوع ده بقول له هتحصل، ممكن تحصل كميات كبيره، ده مؤقت. رجع هيرجع في الوزن، هل في حل؟ هجاوب بس سؤال سقوط الشعر. سقوط الشعر
هنجاوب والله على الاسئله كلها. انا حاضر هنجاوب على كل الاسئله قبل ما نختار. انا هحبس الدكتور هنا لغايه ما يجاوبوك على كل اللي انت عايزينه. اصل هما لما بيسالوني انا مش عايزه اجاوب ابقى بفتي او ان انا بقول كلام، لان دي ميجر سيرجري، دي يعني دي حاجه خطوه كبيره او ان انا اجاوب فيها. عشان كده حبيت ان الدكتور هو اللي يجاوب علشان يعني عندك حق. عندك حق. بالعكس دايما لازم يعني دايما اسمعه. بالعكس انت دايما بقول دعمك مهم، يعني دايما احنا عاملين سبورت جروب، كل اللي عاملين مع بعض بيدوا الاكسبيرينس برضه. دايما بقول برضه لازم نسمع لهم، لان تشوفوا مثلا الوجع، سؤال الوجع ده انا لما حد بيسالني السؤال ده برد باجاباتهم اللي هي بالظبط قالتها بالظبط كوبي بيست من كل مره حد بيقول. بالنسبه للوجع القيصريه لا يقارن مثلا، وبقول الوجع بيبقى هو اول يوم، تاني يوم يبقى احسن، تالت يوم ورابع يوم بيقولوا كانهم مش عاملين العمليه. سقوط الشعر مؤقت لا تقلقي، مهما حصل بقول بوعد هيرجع ممكن يبقى كتير قوي تتخضي ما تقلقيش. انا كنت بعيط فاكر يا دكتور ما بعتلك بيبعتوا لي الصور دايما نص شعري وقع كده وانا بصرحه، نص الشعر بيوع. كان واقع قد كده في ايديا، بس الفيتامينز اللي الدكتور كتب لي عليها دلوقتي بقى التساقط اقل شويه، هيرجع. بس هيرجع وعارف هيرجع، وحدي كومبينيشن من الادويه هتساعد، ولو قريته هتعرفوا ان ده دوره نمو الشعر بتتاثر لما يكون في ستريس، فالعمليه تعتبر ستريس على الجسم فبتوقف. فقصدي حتى لو ما كنتش عملت عمليه وعامل دايت كتير منكم عامل دايت شعره بيخف، ده طبيعي وبيتحسن مع الوقت. دكتور في حاجه اسمها انساسي؟ عندي تحفظ كبير قوي على العمليه دي لانها ما زالت تحت تجربه، ما بنصحش بيها. دي عمليه اصلا اول مره اسمع الكلمه دي. لو الوزن 86 والطول 160 ممكن؟ هو ده اللي انا بتكلم عليه، هو ده اللي انا قلته في الاول، الاوزان ممكن ولكن مش اول اختيار. لازم نقعد، لازم نتكلم، لازم احس ان هي دي العمليه، لان احنا بنتكلم عمليه كبيره. انا لسه كنا بنتكلم في ناس عاوزه تعمل عمليه، في ناس مستسهله العمليه لان شايفه نتائج حلوه سريعه. هي مش سهله، هي مش استسهال خالص، مش استسهال خالص. انا لسه بقول في ناس بتخبي مش عايز تقول، وبحترم الحكايه دي وبكيني سليف فكرتها ان ممكن محدش يعرف انك عامل عمليه. الفكره كلها بس ان بالعكس يو شود بي براود انك عملت عمليه، مجهود في مجهود. انا بنظم يومي اشرب ازاي، بنظم بالفيتامينز بتاعتي، وبعد كده المجهود الاكبر هو المحافظه على الوزن. الفكره شايف قدامك الاكل وبتاكل كميه صغيره بس مش متضايقه، بس شبعت خلاص. دكتور حد عايز حضرتك تتكلم عن كبسوله المعده اللي بتتبلع. تمام. كبسوله المعده ولا حاجه، كبسوله لسه النهارده الساعه 1 قبل ما اجي بتخش ربع ساعه، دخلت تخش في المكتب عديها كبسوله تبلعها، تبقى واصل بيها خيط رفيع زي ده كده، حاجه رفيعه كده ارفع من دي كمان، منها التيوب دي بوصل بيها محلول بملاها ولا هفكها ولا اروح. ما بتاخدش تلت ساعه. الفكره كلها بتنزل قد ايه وزن حسب الوزن الاولي، من 10 15 لحد 30 كيلو لو الوزن فوق 100. لازم مجهود معاها لانها مش زي العمليه، العمليه بتعلي الميتابوليزم، بتعلي هرمونات الحرق، البالونه بتقلل كميه الاكل. فلو انت سويت ايتر ما انصحش تعملها، لان دي البالونه بالمناسبه هتعدي جنبها جوه المعده، لا مش هتستفيد. ايه الحل في ترهل الجلد بعد العمليه؟ ترهل الجلد دايما ده سؤال فيري كومن، دايما بقول الترهل موجود دلوقتي حالا مع السنه نفسها. كل حكايه مفوق بالدهون، لما الدهون بتروح بيبان الترهل. بس هتبقوا انا نفسي كنت سربرايز في حالات كتيره قوي ممكن يبقى وزنها كبير قوي وما يكونش في ترهل خالص، وفي ناس يبقى وزنها قليله ويحصل ترهل كبير. السبب ان انا في قناعتي الشخصيه ان في استعداد جينيا للجلد للالتئام، الالاستيك ريكورد بتاع الجلد، وده اكيد في السن الصغير والاوزان الاقل بيكون اعلى. لو حد عنده انيميا ينفع يعملها؟ انيميا ليها رينج كبير، على الاقل الهيموجلوبين يكون فوق 10 وما يكونش انيميا بسبب مرض، دي يكون انيميا نقص حديد بسيط، بنحسن الانيميا ونقدر نعمل العمليه. ممكن تبتدي انت تعمل تمارين البطن بعد العمليه؟ دي حد بقاله شهر عامله بيكيني سليف مع حضرتك. تمام. اصلا من اول ما نطلع من المستشفى الرياضه بشكل عام، اول ما نطلع من العمليه بنطلب الرياضه من اول يوم، اللي هي مش هتمشي في المستشفى رايح جاي، انا بمر دايما اقول قوم اتحرك قوم اتحرك. تاني يوم بنبتدي نتحرك اكتر، اول شهر ممكن نبتدي نعمل مشي على الاقل نص ساعه ساعه 3-4 مرات في اليوم. من بعد شهر ممكن رياضه هاي انتنسيتي، من بعد شهرين ممكن تشيل اوزان. البطن هتخش مع الهاي انتنسيتي بعد شهرين من العمليه. دكتور ما بعملش رياضه خالص.
هنا زقمون دي انا مش عارف. ما هي ده اللي بتكلم عليه، هي سحر، العمليه سحر، هتخسي هتخسي صح. عملتي مجهود، عملتي دايت، عملتي اي حاجه بدون مجهود غصب عني، انا ما بقدرش اكل خالص يعني، بلاقي نفسي طول اليوم على كميه صغيره، فهو ده اللي خلاني اكزاكتلي. فالرياضه هتساعد في ايه؟ هتساعد انها تبني العضلات، العضلات مصنع للحرق. فالناس اللي بتحس في ثبات في الوزن بتقدر تزود الحرق، ده نمره واحد. نمره اتنين بعد سنه، انا هدفي ما يهمنيش اول سنه الرياضه تكون مستمرة. ودايما بطلب محدش يقول لي انا هعمل رياضة اقعد اسبوع في الجيم، طول الاسبوع في الجيم. انا عاوز اختار حاجة سستينبل، حاجة هتقدر تحافظ عليها. ان شاء الله تروح مرتين في الاسبوع، شكرا، هبقى مبسوط جدا منك. بس يعني مجرد عشان رجلك تتعود لبعد كده. تمام. طيب حد بيسأل عايزة تعمل كبسولة المعدة بعد العملية عشان عشان عندها ثبات وزن ومفيش حرق. لا ما ينفعش، مش كومبو. لا لا، اولا ممنوع. يعني في ناس بتبقى عاملة عمليات زمان، تلبيس حزام، تحويل مسار او تكميم، حتى كبسولة المعدة ما ينفعش تتحط في معدة معمول فيها عملية قبل كده، ممنوع. نفسها تعمل عملية وسمعت ان تكلفة الادوية غالية جدا. والله دايما عندنا alternatives، هتشوفوا الـ عندنا بدائل كتيرة قوي للادوية. في ادوية رخيصة جدا جدا، وفي ادوية غالية جدا جدا. في ناس فعلا مش مقدرتها انها تكمل على الادوية الغالية دي، وساعات الادوية مستوردة. مشيناهم على الادوية التانية، انا بتكلم فوق العشر سنين محصلش حاجة. الادوية دي as effective، يعني بيجيب نفس النتيجة زي الادوية التانية، فمفيش مشكلة. طب دكتور السؤال ده عايزينه بالانجلش عشان دي ديانا دي مش مصريه. What is the minimum BMI؟ Minimum BMI is 35. I do accept from 30 to 35 to go ahead to go straight for surgery. Between 30 and 33 we need to sit down and discuss. I've done a lot of patients that between the BMI of 30 to 33, but this is not mainstream, so we need to sit down and discuss benefits versus the cons. All right, so you I don't want you to regret any decision that you took in your life. So that's the reason I want to sit down and take a proper decision together. Side effect بتاعت العملية ونسبة الside effect بتبقى عالية ولا لا؟ Side effects بنخاف، احنا قلنا كم واحدة منهم، ترهل الجلد، سقوط الشعر، اوريدي بدأنا نغطي حاجات. ممكن الترجيع والتعب، قلت الحمد لله مفيش. ولسه كنت بتقولي لي ليه؟ ممكن الدوخه شويه دي بسبب قله الاكل والشرب بس. تمام. طب قبل ما نروح للدوخه الترجيع، لا مفيش خالص. وده ريبيتد يعني، دايما لسه بتقولي، بقول لها انا بسمع الكلام ده كل يوم، الاحتمال قليل جدا يعني 1% ممكن يبقى عنده الترجيع، لو اكتر من كده يبقى ده مش طبيعي. الدوخه والارهاق ده من الاعراض الجانبيه، دايما بنقول ارهاق والتعب. ليه؟ كانك جسمك في الجيم، انت فعليا كان جسمك في الجيم كل يوم قاعد بيحرق في دول، فهتبقى مرهقه طبعا، مع قله الكالوريز تبقى مرهقه. فلازم نعوضه ايه؟ بالفيتامينز والشرب السوائل بكثره، هيروح خالص. طيب حاجه قبل ما انساها، سوري عشان مهم، السليم برضو مشهوره انها بتزود الحموضه والارتجاع. عندك حموضه؟ في حد بيسال على الحموضه. الحموضه كانت اول شهر او اول شهرين بس، بعد كده الحمد لله كنت بمشي بالمالوكس في شنطتي، ومالوكس لايك دواء ضعيف ما يعتبرش نعمل حموضه. مش حاجه للاسف، في 15% بيبقى عندهم حموضه شديده كل يوم، عشان كده ما بعملش تكميم معده لحالات عندها حموضه شديده. دول بيبقى احسن لهم نعمل لهم تحويل مسار. اسمها ايه؟ مروه بتقول لحضرتك ما عنديش سؤال، عملت العمليه من 8 شهور مع حضرتك وكل يوم بتدعي لك. انت جميله. انا هقول لكم، وانا كمان كل يوم بدعي. انا بفرح كل ما البس طقم جديد ادعي. انا النهارده لو في مسج اوريها لكم، من الساعه 3 الفجر بعت لي مسج قصيده حب يعني، ولسه عامل عمليه من 10 ايام. المسجز دي دليل عليا، مش بس انا فرحان فيها ليا كشخصي، بس انا بتكلم ليكم اللي ما عملش العمليه. لما حد يسالني اعمل عمليه ولا لا، انا قمه السعاده اللي بشوفها هي دي اللي بتخليني اعمل اللي انا بعمله كل يوم. انا الاقي واحد مثلا بعد 5 سنين فاكرني على جبل عرفات، في الكريسماس الاقي بره في اجانب او في مصر بعتولي يفتكروني في اللحظات السعيده، معنى كده ان انا مربوط معاهم بحدث سعيد. فاقصد قمه السعاده حتى لو في اعراض جانبيه، حتى لو في مضاعفات، هي دي الفكره السعيد. واحدة بتقول لي احلى حاجة عملتيها انك عملتي العملية عند الدكتور، لاني بتابع ومتشرفة بيه ونفسي ابني يطلع زيه. يا رب. هتسعد الكلام ده. لو في دهون موضعية هتكون مفيدة ليها العملية؟ لا، ما هي انت قلتيها بالظبط، دهون موضعية يبقى
لا حلول غير الجراحات السامه. والله يعني شويه دم بس. ساعات في ناس بتقول لي موضوعيه يعني كتفي او دراعي زايد بس هي وزنها فوق 100 كيلو. دي مش موضوعيه، 100 كيلو خلاص دي انتشرت في الجسم كله. بنتكلم حد يكون عنده زياده هنا في البطن في الجنب بعد ما يعمل دايت ويظبط الاكل ومش بتروح، دي لها حلول بس انا مش تخصصي. لو حد هينزل يعمل عمليه من بره مصر يقدر يسافر بعدها بقد ايه؟ زي ما انتم يعني اللي هيتابعنا عارف ان احنا بيجينا ناس كتير من بره مصر. فالبلان كمالي ان هم بييجوا قبلها بليله، بيبات ليله في المستشفى، اول ليله بيعمل تحاليل والاشعاعات، ثاني يوم الصبح بيعمل العمليه، يبات ليله ثانيه في المستشفى او ثالثه على حسب اختياره، بعد كده ممكن يسافر بعد ثلاث ليالي. اختصار الجبل المختصر بعد الثلاث ليالي في ناس سافرت على طول. عندي واحده دلوقتي راحت تركب الطياره، معدت ليلتين في المستشفى. نقدر ننزل الشغل بعد العمليه بقد ايه؟ ممكن ننزل الشغل دايما بقول انت انك كنت كويسه قوي. تسع يوم. تسع يوم. تسع يوم جالك شغل. لا انت كنت كويسه خالص كانك مش عامله عمليه. بعد ربع يوم. زي ما بقول ثلاث ايام الاربع ايام كانك ما عملتيش العمليه، بس بقول خد راحه اسبوع. بالظبط. انا عشان شغلي ببقى واقفه وبشتغل. ما انا بقول ده خد قدره. انا عندي ناس بتبقى جايه اللي هم جايين بره مصر بيبقوا بعد ثلاث ايام بيروحوا يركبوا طيارتين ويروحوا مطار، في مطار بتاع بيقعد ترانزيت فيه ساعه بس، فبيجروا مطار كبير قوي في تركيا بيجروا ده كل ده بعد عمليه بيومين، وبعد كده يروح تركب عربيتها وتروح بيتها. ده الريكفري ان شاء الله، بس دايما بنقول ياخد اسبوع. دكتور العمليات في القاهرة، الناس المقيمين في القاهرة ايه الحل؟ عندنا حالات بكرة من القاهرة اصلا. دلوقتي عندنا حالات كتير قوي من القاهرة بتيجي. مفيش مشكلة. لا بتيجي من القاهرة. دايما بحط بلان لحالات القاهرة عشان بسهل عليهم، لان احنا للأسف في الاوضاع الحالية بطلنا نروح القاهرة. لغاية لما الدنيا تستقر شوية. ليه؟ لان انا عاوز اعمل كنترول عندي هنا، الكواليتي كنترول، الانفكشن كنترول، عشان اقلل احتمالات الكورونا. فحالات القاهرة يوميا بيبقى عندنا حالات، بديهم ميعاد متأخر شوية، احنا لسه بتاعتها بتبتدي من الصبح بدري من الساعة 7 لغاية بعد الظهر أو بالليل ساعة. فبديهم ميعاد متأخر، بيجوا الصبح يعملوا العملية، ممكن يباتوا ليلة واحدة، تاني يوم الصبح يركبوا العربية ممكن يرجعوا. أنا لسه بدي إكزامبل، ناس بتركب طيارتين وعربية وساعات قطر كمان. القاهرة مشوار عبارة عن ساعة وربع، تاخدش وقت. دكتور سؤال برضو بالانجليش، كانت بتسال انه تقدر تعملها امتى افتر ديليفري بعد ما تولد؟ افتر ديليفري تكنيكلي يو كان هاف ذا سيرجري از ايرلي از 2 مانثس افتر سيرجري افتر ديليفري، بات جنرالي يو شود وي ان بريست فيدنج سو كوز بريست فيدنج ويل دروب شارپلي بيكوز اوف ويت لوس. سو اي هاف بيشنت ذات وير يو نو دي didn't have enough breast milk so they were just relying on supplements. So in that case, you can just have the surgery 2 months after delivery. But if I usually advise, if you're gonna be breastfeeding, give it 6 months at least, so your baby can benefit from breast milk. واحدة بتقول عملتها ونزولي بطيء، خست 20 كيلو في 4 شهور، ده طبيعي؟ كل واحد مختلف طبعا. أنا لازم أقيم عملتيها إزاي، فين وزنك وطولك إيه قبل العملية. لأن أنا عندي واحدة خست في 10 أيام 20 كيلو، بس دي مش هنقارنها بيكي لأن دي كانت وزنها 190 كيلو. تعتمد على الوزن الأولي المتوسط، من نقول لكل الأوزان متوسط أول 10 أيام من 4 لـ10 أو زي ما قلت 20 كيلو في الحالات الوزنة كبيرة. بعد كده كيلو 2 كيلو في الأسبوع، وفي أسابيع بالنسبة، في أسابيع بقى أكتر، في أسابيع أقل. وما نقلقش ولا حاجة. لو أنت كميت أكلتك صغيرة ملتزمة، بتنامي 8 ساعات، بتشرب كسر السبات، أنا بقول حلول كسر السبات، بتشربي سوائل كتيرة، بتنامي 8 ساعات، لغيت السكر من حياتك، هتشوف فرق كبير أوي. دكتور حد بيسأل، جوزي لسه عامل عملية يوم الجمعة ومش عارف ينام في أي وضع خالص. ده طبيعي، أنا قعدت أول أسبوع برضه مش بعرف أنام، يعني نام كده هو. دايماً بنقول أول أسبوع أحسن ينام على ظهره، ممكن يتقلب ينام على جنب بعد تاني أسبوع. يعني يراجع الدكتور بتاعه برضه احتياطي عشان يطمن انه كويس. طيب هل العمليه بتاثر على الولاده الطبيعي؟ يعني لازم بعد العمليه تبقى بتولد قيصري ولا ممكن تولد طبيعي؟ العمليه مالهاش علاقه باي حاجه بالولاده، بالعكس لو بتعمل حاجه بتحسن الخصوبه. عندي ناس كتير قعدوا 15 سنه ما بيحملوش، حملوا بعد العمليه، بتحسن الولاده لان الوزن بيقل، ممكن تحمل وتولد زي ما هي. عملت العملية من سنة أو 3 شهور، وزنها ثابت، عندها ضعف وشعرها وقع خالص، ممكن تتصرف إزاي؟ أنا متأكد إن في ضعف متابعة، ودي أكيد بتتحكي وأنا بسمع الكلام ده، ومتأكد إن الفيتامينز ماشية نص نص ولا حاجة. مجرد قاعدة معايا مع دكتورة التغذية، أنا مش عارف أنت عاملة عملية إيه، بس يعني هي ده الحلول. لا بتقول ما عملتهاش مع حضرتك. طيب محتاجين قاعدة
نقعد نتكلم، هنعرف نقيم الوضع بتاعك ايه. المفروض على السنه بيبقى في سيت من التحاليل بتتعمل، المفروض نراجع الفيتامينز بتاعتك ماشيه عليها ازاي. لسه بنقول في كوكتيل من الفيتامينز للشعر هترجعه هتحسنه، وانت بعد سنه واكتر بيبقى اسهل كمان لرجوع الشعر. نظام الاكل ايه في اول شهر؟ اكل بيبي بالظبط. اه يعني دايما بقول هو بيبقى استرجل اول شهر انه بيبقى مش عارف وخايف ومش عاوز يزود ومش عاوز يبطئ مش عارف، في نفس الوقت عاوز تغذيه كويس ان هو يا اكل سائل يا اكل طرز. انا دايما في ناس مش واخده بالها ان انت ممكن تاكل شوربك، يعني لما اخد شوربه عدس دي ممكن تكون افضل مليون مره من وجبه سريعه. ليه؟ لان مليانه بروتينز. السنة الأولانية أنت بتاخد فرصة توعي نفسك. أنا بدأ بقول أول سنة دي تريننج كامب، إن أنت بتوعي نفسك لحاجة مدى الحياة، بتعمل معسكر تدريبي لمدى الحياة بعد كده، توعي نفسك الأكل والأغذية الصحية إيه، بتعرف تنظم يومك وتبقى في بالك أنا هشربت قد إيه. ودايما بنصح نقص الشرب نجيب فيه إزازة كبيرة البوتلز بتاعت التريننج، وأبقى أنا عارف أصل هنسى مش هفتكر، لأن العطش والجوع الإشارات بتقل بعد العملية جدا بالظبط. فحلها ايه؟ تجيب ازازه مليانه وقعد عيني عليها عارف لازم اخلصها، او في ابلكيشنز كتيره بتعمل ريمايندر ليك كل ساعتين او اظبط الارم كل ساعتين هيفكرك وتقعد تشرب. مهم جدا انك تبقي اون توب اوف الكلاين، مش تسيبي نفسك عشان يبقى بص شكلها حلو ازاي، بصوا ازاي مش تعبانه. هي دي الفكره، انا ده الهدف. في ناس تبقى تعبانه زي اللي اشتكت مثلا لقيت لها سنه وثلاث شهور مجهده وتعبانه مش متابعة. لازم متابعة، مهم جدا المتابعة. انا ببقى فاكر نفسي مبسوط وكويس، بس لا، لما بتيجي بكتشف غلطات عندك بصلحك وحطك على الطريق الصحيح. كان في سؤال هنا، الولادة ان هي عايزة تولد طبيعي بعد العملية، بتقول بيبقى فيه جرح. لا هو ما فيش جرح خالص، مفيش مفيش فيش جرح. في ناس يعود يدوروا على جرح مش يعني الفكرة كلها. وبعدين عاوز تولدي طبيعي مفيش مشكلة ولدي. طب اولا الولادة طبيعي ما لهاش علاقة بالعملية. ولو هو السؤال ممكن يبقى العكس، لو ولادة قيصري ينفع بيبقى فيه مشكلة؟ لا مفيش مشكلة خالص. طب دكتور، مدمنين السكر في التكميم بيساعدهم؟ مدمنين لسه بقى واحده عندي اختارت تحويل مسار عشان ادمان السكر. يعني في انا دي مقوله انا مش مقتنع بيها، السكر عدوك الاساسي. بالمناسبه حتى لو مش هتعمل عمليه السكر سم، للاسف احنا ما عندناش المعلومه دي. السكر عباره عن سم، السكر موجود في كل حاجه. ولو خدتوا بالكم كل حاجه هقولها دلوقتي كارثه وما ينفعش ناخدها، بيبسي والمشروبات الغازيه بشكل عام، الكاتشب، المستق، كل ده مليان سكر. اكتبوا بس في جوجل هيقول لك كل حاجه من دول فيهم كام معلقه سكر. ممكن اقول حاجه؟ مش عاوز اسمع. انا عارف انت تاخدي حلوه ايه. انا كنت مدمنه بيبسي، انا كنت فاكر ان انا كنت بشرب 3 أو 4 بيبسي. بعد العمليه انا كنت عايز اسال حضرتك السؤال ده، ما بقتش قادره استطعم السكر، احطها في ايه؟ بحس ان اي حاجه مسكره هتبقى مش طايقاها. اه صح، وفعلا زي ما قلت لك مش عايز اسمع مش عايز اسمع. لما حد يقول لي انا باكل بيبسي خلاص انت ضيعت حياتك، بيبسي دي بتضيع الحياه. فالمشروبات الغازيه، السكريات، السم ابعدوا عنه، الغيه من حياتك لمده شهر، بعد كده هتلاقي انه بقى سهل جدا. هي بتبقى صعبه في الاول، بس بقول لو هتاخد حاجه بديله خد معلقه عسل. ما بحبش الدايت سويت والحاجات دي، افضل يا عسل يا بلاش. ينفع تتعمل في نفس يوم الولاده السيزيريا؟ لا ما ينفعش، دايما بتسال السؤال ده، ما ينفعش. لا لازم يحصل التئام كامل وانفولوشن كل حاجه قبل ما نبتدي نعمل العمليه. طب الفيتامينات بتكون غلط على المعده بعد العمليه؟ لا، الفيتامينات عمرها ما كانت متعبه للمعده او غلط. ممكن في بعض الفيتامينات زي الحديد بالذات بيعمل حموضه شويه، فبس ده عمره ما كان مش غلط، بس ليها تريكس، ليها حلول. يعني بنقول يا مثلا الحديد هي في غير بتاع الحديد، ناكل ناخد الحديد في وسط الاكل، نشرب سوائل كتير، كل ده بيقلل احتمالات مشاكل الحديد. حد بيقول انا من تاني شهر باكل كل حاجه وبعك الحمد لله وبنزل، والدكتور تامر قال لي اهم حاجه قلل السكر. طيب ماشي، عك بس اول سنه، اصل اول سنه هديه، اول سنه هتخس غصب عنك، هتاكل اللي انت عاوزه، هتعك زي ما انت عاوز، بس بعد السنه الاولانيه قوه العمليه هتقل، هتعتبر اي حاجه هتعملها هتدفع ثمنها. كله بيقول لا اعملي سيف. حاضر،
هل لو انا بخطط الحمل تاني العمليه هتاثر الدكتور؟ احنا قلنا الحمل مش قبل سنه ونص من العمليه. لو عامله قيصريه من 3 شهور ممكن اعمل العمليه بعد قد ايه؟ احنا قلنا بعد شهرين ممكن على طول، بس راعي موضوع الرضاعه، الرضاعه بتقل جامد، فافضل نعملها بعد 6 شهور لو في رضاعه. هو في ناس كتير بتسال على التكلفه، يعني التكلفه ممكن نسيب الرقم وكونتاكت نمره او البيج. الاكتئاب بعد العمليه اساله. في حاجه في اول شهر بعد العمليه الديهايدريشن، ممكن تخش في حاجه اسمها هايبرنيشن سندروم. هايبرنيشن زي بيات شتوي، ان بيحصل ايه، كل جسمك بيحصل له شت داون، واكبر مشكله انك ما بتشربش سوائل كويسه. فلو بتشرب سوائل كويسه وساعات بيبقى نقص فيتامينز وعناصر معينه في الاكل، فكلها بتلف حوالين ضعف الاكل. فلازم مهم قوي في اول شهر ده ما نتخضش كده. معانا دكتور للتاهيل النفسي برضو بيساعد ويديك جايدنس، ان لو في دخلنا في الحته دي يقدر يحطك على الطريق الصح. في جزء كبير قوي اللي هو انا مش عارفه نفسي، او انا خاسه ورفيعه خالص وانا لسه شايفه نفسي تخينه، كل دي حاجات ليها حلول، وبنقدر نقعد في سيشن معينه نقدر نصلحها ونحطك على المسار الصحيح. انا كنت وقتها حاسه شبه اللي بيتعالج من الادمان، اللي هو فكره لا انا قاعده بشرب عصير بيور بس وشايفه الاكل قدامي. ده كان اكتر حاجه بتجيب اكتئاب، بس بعد شهر خلاص ده الهايبرنيشن. خلاص كل حاجه خلاص. يعني طول حياتي هفضل ممنوع من اكل الحلويات ولا ممكن بنسب بسيطه؟ ده ردي واضح دايما، ما تحرمش نفسك، بس اعرف كل حاجه هتدفع تمن. يعني انا لو ما حرمتش نفسي اول سنه هتخس ببلاش، اتفقنا خلاص دي هديه، سنه فعلا سحر هتعق وهترجع تخس برضه، ولكن بعد السنه اي حاجه هتاخدها لازم تدفع تمنها. اعرف ان البار اوف شوكليت دي محتاجه قد ايه وقت عشان تحرقها. دكتور هتيجي تعمل عمليه من القاهره ومعاها مرافق عادي؟ لا طبعا بالعكس، ده العادي. ده عادي. طب هي بتقول ان هي 94 كيلو، هتنفع معاها التكميم؟ لا ما فيش مشكله. النشويات ممكن في اول شهر؟ النشويات اصلا مش عاوزها في الايكويجن، لان او يعني تفهمونيش غلط، بالعكس احنا بنرتب الطبق كالاتي: بروتين، مش لازم يكون لحم وفاخ، ممكن في بروتين نباتي وخصوصا في الاول، بعد كده الخضار، بعد كده الفاكهه، بعد كده النشويات. النشويات مليانه سكر بالمناسبه، فلازم ناخد حتى النشويات، البراون توست، الرز البسمتي، الويت براد، يعني كل ده حاجات صحيه. بس طبعا اللي انا قلته ده مفيش مكان ليه طبعا، يعني هو يا دوب هيبقى البروتينز والفيجيتابلز، مفيش مكان للنشويات. كان في حد بيسال، هي وزنها 88 وطولها 163، تعمل تكميم ولا بيكيني سليف؟ 88 ايه الفرق بين البيكيني سليف والتكميم العادي؟ هي فرق جروح الشكليه، طبعا الاوزان القليله هي اللي بتستفيد اكتر اكيد. سنها صغير، بنت، عندي طيارين مش عايزين، في ناس مش عايزه تقول انا عامله العمليه، عندي ضباط، عندي كل التخصصات. هي فكرتها ان الجروح تبقى مش باينه خالص، هي دي الفكره اللي جات لي، ان انا من 5 سنين عاوز اخلي المنظر جمالي، المنظر يبقى 5 جروح في اعلى البطن دي، ممكن تبقى لو جسم لو جلد غامق ممكن يبقى غامقه وبارزه وشكلها وحش. ففكرت ان انا الغي الخمسه واخليهم 3 فتحات صغيرين عند البكيني لاين، بس نقط صغيره بس. ينفعك الاثنين، بس طبعا اكيد البكيني هيبقى احسن. عمل التكميم من 5 سنين ودلوقتي وزنها زاد تاني، تعملها تاني ولا تعمل تحويل مسار؟ الافضل تحويل مسار، يعني ما زال الابحاث لسه بندرس انهي احسن، بس طبعا احنا جربنا التكميم، لو في حالتك عملتي تكميم وجربتيها خلاص يبقى خش الخطوه اللي بعدها، هي التحويل المسار بيكون افضل. المتابعه للناس اللي بتسافر بره بتكون اونلاين ولا ان بيرسون؟ طبعا بنسافر بقى، انا يعني موضوع السفر بره ده لسه بقول، انا عندي جزء كبير قوي من بتوعنا جايين من الخارج اصلا، هم مش عايشين هنا اصلا، وجزء كبير تاني من المصريين اللي عايشين بره. فاكيد السوشيال ميديا بلاتفورمز عندنا دلوقتي حلول كتير قوي، يعني لدرجه حاجه معاك الواتساب نمبر بتاعي، يعني انا بيبقى معايا 1000 رساله في اليوم، وحاجه مش حلوه بس مشهور عني ان انا برد على كل الناس جدا. بس يعني دايما بقول بس بالراحه عليا صح، وهقدر زائد معانا الفريق بتاعنا كله، بس طبعا هو بيبقى عايزين معايا انا معاك. دكتور حد من القاهره عايز يحجز مع حضرتك، يحجز ازاي والتحاليل هتكون فين؟ هنحط اللينك، يحجز هنحط لهم، انا هحط اللينك في الاخر، وازاي تحجز وازاي تعمل والتحاليل تقدر تعملها عندها كل حاجه. ما البلان ان انت هتيجي يوم العمليه، هتيجي على العمليه على طول. دلوقتي تاني بالنسبه لحالات القاهره بنعمل، او بره اسكندريه بشكل عام، بنعمل الاتي:
بنبتدي باول حاجه بتملى اسئله نمره 2 بقيم انا الاسئله وبدي ابروفل للعمليه ووافق العمليه بدي لك استشاره اونلاين انك تجاوب اجاوب على كل اسئلتك وممكن استشاره تليفونيه لو لسه ما زال عندك اسئله وبعد كده بنحدد يوم العمليه زائد انا بحاول ابقى في القاهره على قد ما بقدر في الغالب ان شاء الله يوم الخميس القادم هبقى في القاهره هنعلن الميعاد لما اتاكد بس من الميعاد ان شاء الله otherwise زي ما قلت ان في حلول كتير قوي بنحضر بحيث تيجي على العمليه على طول تحاليل مشاهد بنبعتها لك كمان تبقى ايه تبعتها لنا بنرجعها لازم تيجي على العمليه كده على طول لا ده في تحضيرات كبيره وتقييم لحالتك وكمان لما توصلي المستشفى بعتبر دي زياره العياده يعني انا قبل ما ننزل العمليه بيبقى في زياره في الاوضه كاني بكشف عليكي وبجاوب برضو على الاسئله بيبقى ما حدش عنده اسئله خلاص جاوبنا على كل الاسئله وبعد كده بنعمل العمليه لو في حالات معينه في حاجات معقده او انت تفضل انك تيجي العياده اهلا وسهلا طبعا بنحاول نسهل عليك بس مي بتسال بليز انسر مي يعني لو ينفع يا مي تكتبي السؤال تاني عشان اكيد ضاع مننا بعد شهر من العمليه ايه الحاجه الممنوعه خالص تتاكل بعد شهر من العمليه مفيش ممنوعات خالص زي ما بسال السؤال ده ولكن الشطه بتزود البهارات الكتيره بتتعب المعده حلويات وسكريات اتكلمنا عليها دي فكره مفيش ممنوعات مفيش حاجه هتضر بيها المعده ولكن في حاجه هتضر بيها وزنك وصحتك بس هي دي الفكره ممكن اقول حاجه يعني عشان كنت بقعد اسمع الكلام ده كتير خلي بالك من كذا ما تاكليش كذا بحس الناس اللي كانوا بيعملوا كده بيفضلوا خايفين طول الوقت لا خلاص جو اون وجربي ممكن حاجه مثلا تتعب حد ما تتعبكيش طب ليه ردي انت دايما بحب قوي بجرب كل حاجه يعني انا بحب حضرتك قلت لي بلاش شطه كانت شطه ما هي دي الفكره يعني يعني هي دي الفكره يعني صغيره مش هتفرق هي الفكره في واحد انا في واحد عندي هندي يعني هو هندي عايش في لندن فقال لي انا حياتي شطه اصلا فقلت له حاضر ماشي بس يعني بالمعقول مفيش حاجه ممنوعه منعا باتا بس اعرف عواقبها ايه عشان تتجنبها بس لو لقيت حطيت شطه وتعبت خلاص ما تاخدهاش تاني حطيت بكميه صغيره وكله كويس خلاص بالعكس انا لسه بقول لك حاولي كنت تقولي لان دايما بحس الاسئله اللي هي لها علاقه بالتجربه احسن انا احسن هي احسن مني مليون مره لان هي ما تخوفوش نفسكم من حاجه جربوا يعني كل كل حاجه علشان تعودوا بطنكم ان كل حاجه هتبقى بتتهضم عادي في حد بيسال سقوط الشعر مع وجود بوادر صلع وراسي حتى لو في صلع ولو في ثاني دكاتره الجلديه بتعالج موضوع الشعر ده بنوصل لمرحله احنا ما جبتش سيرتها لغايه دلوقتي ده الحل الاخير لو في مشكله لو فعلا في مشكله ثانيه في حقن البلازما حقن البلازما بيتحسن بشكل رهيب بس انا مش عاوز يبقى ده اختيار اوليه طبعا كل البنات والسيدات بتخاف بسرعه وتجري مش مستاهله انا بوعد انه هيرجع من غير حاجه اصلا بس طبعا ما اقدرش اقول لهم كده ما بيستحملوش بقول لهم خدوا الكومبينيشن الادويه دي وبعد كده لو في مشكله كبيره بنعمل حقن البلازما دي عند دكاتره الجلديه كتير بتتحسن جدا جدا انا بقول لهم الشعر مش مشكله قصاد الريزلت اللي هيوصلوا لها يعني صح وهيرجع في اكستنشن في حلول ثانيه حد عايز يعرف ايه اضرار تحويل المسار اضرار تحويل المسار دايما بنتكلم في مضاعفات وفي اعراض جانبيه هو يقصد الاعراض الجانبيه بنتكلم في حاجه اسمها دامبنج سيندروم دامبنج ان انا وناس بتحصل في التكميم بس اعلى في تحويل المسار لما يجي اكل حاجه عاليه السكريات بتنزل جوه الجسم تعمل ضربات قلب سريع ومغص وعرق ودوخه الكلام ده بيحصل ليه السكر بيخش جامد بسرعه جوه جسمك بسبب التحويله اللي حصلت دي فدي مفيده وليها مشكله مفيده ان انا بتمنعك ناخد تاكل السكريات مشكلتها انها لو زياده بتبقى متعبه جدا وممكن تاثر على حياتك مش قادر تعيش من كتر ما انت تعبان لما بيحصل كده بقول لهم ريحوا اولا لا واحد تاكل بالراحه وتشرب سوائل كتيره وبعد كده لما بتحصل ولا حاجه بتوقف الاكل ترفع رجلك لفوق تريح شويه هتبقى احسن لان هو الضغط بيوطف عشان كده بيحصل ضربات قلب سريعه مؤقته ومش مستمره دكتور البنت اللي عايزه تحجز بتقول ان هي والده بقى لها سنتين بس لما كانت حامل جالها ارتشاح على العين وعملت عمليه وكانت بتاخد كليكسان فده ممكن ياثر بالعكس احنا كده بندي كليكسان بعد العمليه فمفيش مشكله بس تاني لازم اقيم عشان هو ده دي الفكره مفيش حد هيجي على العمليه كده على طول في ساعات اصلا بعض الحالات بطلب انهم يجوا لازم اشوفهم في العياده سواء في القاهره او غيرها فهقيم الحاله في الغالب مفيش مشكله في حد بيسال هو انت عملتي العمليه انا ايوه انا عملت العمليه وعلى فكره عشان في ناس فاكراني بعمل لحضرتك اعلان على فكره دكتور تامر ما كانش عارفني اصلا عادي بس انا علشان انا قبل العمليه اما كنت لسه بقول للدكتور انا كنت تعبانه وعايزه حد يساعدني
انا ما كنتش عارفه العمليه ايه اضرارها، بيحسوا بايه، طب بيعيشوا بعدها ازاي، بيبقوا حياتهم اللايف ستايل عامل ازاي. انا ما كنتش بلاقي حد يساعدني، كنت فعلا مكتئبه جدا 4-5 شهور قبل ما اخد القرار. فبس انا بحاول ان انا ابقى السبورت للناس اللي كانت زيي، مش عارفه دي الفكره. وعندنا جروب السبورت بعد العمليه، ودايما بشجع ان هم يخشوا الجروب ده، معمول للعينين بتوعنا. الهدف كله ان انا عاوزهم يساعدوا بعض، ان هي العمليه دعم سبورت. انا حتى بتكلم على لما يجي لي واحده بنت صغيره مثلا وتعمل عمليه، بطلب منها دعم العيله. العيله مهمه جدا، لان بعض الناس بتبقى متخوفه وخايفه عليها، وانا متفاهم ده جدا، ولكن بقول لها انت ممكن تعملي عمليه، انت سنك كبير وكل حاجه، بس لازم دعم العيله، لان هم دول هيساعدوكي وهيقووكي وهيدوكي النصيحه ومش هيكسروكي. بلس دايما بقول لو ما عندكش الدعم من العيله ومن اللي حواليك، احنا عندنا في الجروبس بتاعتنا صحوبيات اتولدت، وناس اكتشفوا ان هم جيران. فانا اقول لكم ناس بره مصر اصلا في انجلترا واسكتلندا اكتشفوا ان هم جيران، ما كانوش يعرفوا بعض، عرفوا بعض في الجروب، وعرفوا بعض ان هم عاملين عمليات مع بعض، طول النهار مع بعض، طول النهار بيشجعوا بعض، وبقوا اتخلقت صحوبيه. فبالعكس هتكسب صحوبيه كمان. في حد بيقول ان انت قلتي قبل كده انك خسيتي مع دكتور رنا عامر. انا عامله العمليه بقالي 5 شهور او 6 شهور. لسه كنت بقول للدكتور بيسالني انت جربتي دايت، انا كنت ماشيه مع دكتور رنا عامر، مشيت مع كل دكاتره الدايت، بس انا مشكلتي ما كنتش بلتزم، كنت بخس شويه وبرجع ازيدهم تاني، فعشان كده كان لازم اخد قرار جذري. ولما كتله الجسم بتاعي رقم معين، احتمال نجاح الدايت بيبقى قليل، عشان كده في الاوزان القليله بنقول جربوا الدايت. الاوزان لما تكبر بيبقى، ودي احصائيات مش كلامي، ده ابحاث كبيره، نسبه النجاح للاسف بتبقى لست 10%، وانا مزود شويه، هي على فكره 5.2%، بس نفترض انها 10%. عاوزه مثابره قوه، ممكن ما تبقاش مش تنجح بالعكس، بس عاوزه قوه، يعني لازم متابعه جامده. تنفع مع مريض سكر انسولين؟ ينفع. اللي هو السؤال بس هتتحسن ولا لا؟ السكر اللي هو بالادويه النوع الثاني بيتحسن بنسبه 80-90%. السكر الانسولين بتحسن جرعه الانسولين، لكن مشكله مريض السكر اللي بالانسولين ان هو ما عندوش انسولين كفايه، فلازم ياخد سورس انسولين من بره. مشكله السكر النوع الثاني، الانسولين عنده الدهون بتبقى مضاده للانسولين، ما بيشتغلش كويس، لما بيخس ويروح الدهون الانسولين بيشتغل كويس فبيخف. حد بيقول عايز يدخل الجروب السبورت جروب، هديك اللينكس. اوكي، كذا في سبورت جروب فور انترناشونال بيشنتس، سبورت جروب اثنين سبورت جروبس فور لوكال بيشنتس. انا سعيده بالعمليه، بقالي 5 شهور عاملاها، مشكلتي الوحيده سقوط شعري جدا، دي مشكله الجيل كله. يعني ورا هتلاقي فيه اجابات كتير مؤقت وقت. وانا عشان قفلت اللايف وفتحت تاني فالاسئله لسه هتطلع لي. طيب انت اسالك دايما بسال سؤال، ايه اكتر حاجه في حياتك اتغيرت؟ موضوع الوجع اللي كان بيجي لي في جنابي ده، يعني ده مجرد ان انا بقيت بقوم وبقعد من غير ما يجي لي. كان كنت حاسس بانتفاخات، تحسي كعبله بطن؟ جدا. ده قولون الاجاب ده على فكره، ده مش الكبد، ما بقاش بيجيني خالص. ده هو ده اللي احنا بنتكلم عليه، ده ممكن الناس كتير قوي، يعني ممكن بنتكلم ناس، يعني بنتكلم ارقام كتير قوي من البوبيليشن عندهم مشكله القولون العصبي، لقينا انه بيتحسن. احنا واحنا بنعمل العمليات دي لما ابتدت ما كناش نعرف المزايا خالص بتاعتها، كنا فاكرين التكميم يعني تشيل المعده يوم اكلته تقل، لا اكتشفنا ان هرمون الجوع بيروح بيقل خالص، ما بتجوعش زي الاول، اكتشفنا ان هرمون المحفز الانسولين بيعلى، اكتشفنا ان الميتابوليزم بيعلى، اكتشفنا ان القولون بيتحسن، الضغط بتشفى منه، ففي حاجات كتير قوي بتحصل ولسه ما نعرفش حاجات تانيه كمان. ايه الاثار الجانبيه على المدى البعيد بقى؟ الاثار الجانبيه كنا لسه بنتكلم عليها، هي اهم حاجه الحموضه والارتجاع في التكميم، دي من اهم المشاكل بتاعتها، لان ممكن تبقى زياده لدرجه انك تاخد حبات الحموضه يوميا، ما تقدرش تعيش من غيرها. فده مشكله طبعا ما نقدرش نمنعها، زي ما بقول الجراحات السمنه مش الحل الامثل لمواجهه السمنه، بس هي لحد دلوقتي احسن حل لغايه لما نوصل للحل الامثل. واحدة بتسأل ينفع تتعامل ببنج نصفي عشان البنج الكلي مرعب؟ بص يعني انا كان عندي شفتي المنظر يا ياسمين اللي هو بيبقى عامل ازاي؟ ما انا مش فاهم ازاي ده، بالعكس انا شايفه متعب عليكي اكتر، انت بتبقي فايقه في وسط اوضه عمليات فيها اجهزه وفيها دكاتره كتير، يعني انا مش شايف ده يعني فكرته انه احسن. بالنسبه لامان البنج طبعا ممكن يحصل كل حاجه، ونسبه المضاعفات ممكن من البنج وارده ولكن قليله جدا، لدرجه انا اشتغلت في جراحات تانية اللي هي زراعه الكبد، يعني بيجي لنا مريض عنده فشل في كل اجزاء جسمه، وفشل الكبد يعني فشل الجسم كله، بيكون لونه اصفر واخضر من كتر ما ده عنده صفرة وفشل، يعني ده خطر عليه البنج
مليون مره اكتر من واحده ما عندهاش اي امراض زيك مثلا. فما شفتش لغايه دلوقتي عمري حصل حاجه مباشره من البنت، ولكن وارد. عندي حالات في جراحات السن، عندي واحده كان قلبها متركب بالمشقلب، عندي واحد كان جسمه كله متركب بالمشقلب، عنده حاجه اسمها سايتس انفيرتس كل جسمه عكسي. حتى كنا شغالين، عارف كانك شغال في مرايه بتقول حاجه مقلوبه. عندي واحده، وعندي واحده جايه من السعوديه كانت، وعندي 7-8 كان عندهم ارتفاع في ضغط المخ وارتشاح على المخ ومركبين شنط وانبوبه. يعني اقصد في حالات مستعصيه كبيره كان البنج امن واثبت امان. ان شاء الله يكون ليك انت كمان. دكتور، واحده بتسال عن التسريب اثناء العمليه. دي مضاعفات، بنتكلم عن مضاعفات. مضاعفات بنخاف من التسريب. التسريب دي عباره عن ان الجرح ما يلتئمش. ناس كتير ما فاهمه، عندها مفهوم غلط، يقول لك الدبوس فك. مش اسمها دبوس. قعدت 3 شهور عندي كابوس كل شويه اما اكلم الدكتور اقول انا خايفه انا خايفه. بالظبط، وده حق وده حقك، لان هو ده اللي انا بحكي عليه. احنا ايه نجاح او ايه البنفيتس او المزايا بتاعت العمليه وايه خطوره العمليه. ما هو ده القرار ازاي في القرار، ايه الاستفاده وايه الخطوره وايه خطوره السمنه نفسها. فخطوره العمليات ان احنا بنخاف من حاجه اسمها التسريب، ان الجرح ما يلتئمش. دي مشكله ما نعرفش ايه سببها. لو نعرف كنا منعناها، كنا لغايه ما كناش جبنا لكم سببها، كنا حليناها خلاص. بس لغايه دلوقتي ما نعرفش ليه بتحصل. نعرف انها بتحصل بنسبه 1%. مين ناحيه ال 1%؟ الرجاله اللي بيشربوا سجاير، اللي وزنهم فوق 150 كيلو، سنهم فوق 50 سنه، اللي عندهم ضغط، سكر، كوليسترول وامراض القلب. دول باحصائيه معرضين لازم يلتزم بالتعليمات. بتفرق جدا جدا جدا. دكتور، الجسم يتشد ازاي خصوصا الدراع بعد العمليه؟ الترهلات اللي كنا بنتكلم عليها بتحصل. الفكره كلها قد ايه الترهل. في حلول كتير قوي. من اول في اجهزه بتعمل زي شد للجلد، بس نتائجها ضعيفه، فبالتالي لازم يبقى في ترهل بسيط. لكن لما يبقى ترهل كبير وانا مفترض من كلامك انه جيله مضايق، يبقى في حلول جراحيه ليها. شد للجلد عيبها بس انها بتسيب جروح حسب التهابه والجروح ما تبانش خالص. حد بيسال نشيل حاجات تقيله عادي ولا ايه؟ ده يرجع لسه كنت بقول في الرياضه. الرياضه شيل الحاجات التقيله دي رياضه. فممنوع الشيل او زق، عشان الناس بتنسى وكذا ترابيزه ولا حاجه. ممنوع زق حاجه تقيله اكتر من 20 كيلو في اول شهرين، بعد شهرين ممكن. الجماعه اللي بيسال على تكلفه، عشان وبين كل سؤال وسؤال التكلفه هنخلص وهحط لكم الاكونت بتاع الدكتور، ارقام العياده، التكلفه اسالوا عليها. حد بيقول دي دكتورة البنج اللي مع الدكتور عسل قوي. بصي عشان هي كلمتها وطمنتني برضو. ينفع جراحه مع مريض سكر وغده؟ عشان الدكتور قال ان فيها خطوره. ينفع. بالعكس، هو تقريبا 70-80% من الحالات عندنا عندهم سكر وضغط، وان شاء الله العمليه تكون علاج للموضوع ده. بالعكس، في 2 بيسالوا، واحده محتاجه تخس 25 كيلو وواحده خست 20 كيلو فاضل لها 20. يعني اللي عايز يخس من 20 ل 25 تنفع له العمليه؟ طبعا اللي هو لو مش عامله العمليه طبعا اكيد. هي الهدف كله ان احنا لازم يبقى في الغالب في زياده في الوزن، بنتكلم 20 كيلو يعني. اما في ناس زياده في الوزن اقل من كده، بس على حسب تاني انت عاوز ايه من حياتك. عندي ناس حياتها، عندي ناس كانت فعش الموضوع تدفعوها شغل، حياتها واقفه لازم تعمل العمليه. بس الفكره كلها، وعندي اطفال، هل السن يمنع؟ عندي اطفال، عندي الاسبوع ده 13 سنه، قبل كده اقل سنه عملناها 8 سنين. على حسب السن قد ايه وقد ايه مأثر على حياتهم. المعلومه ابحاث اثبتت ان مريض السمنه في الطفوله بيعاني من ديبرشن رهيب يوازي لمريض الاورام في الطفوله. يعني لقوا انه جابوا دول ودول، لقوا انه عندهم ديبرشن نفس الدرجه. فما تنسوا، ما تهملوش ان ده مرض، السمنه مرض للاسف. طبعا في الاطفال ما بنعملش بسهوله العمليات، لازم يكون اوزان كبيره. دكتور بسنت صالح، دكتور بسنت جميله. كبسوله المعده هل لها جراحه؟ كبسوله المعده مش جراحه خالص. كبسوله المعده عباره عن فعلا كبسوله بتبلعيها بنفخها جوه البطن في ثلث ساعه تكوني مروحه. حد بيسال، هو بنفضل نخس سنه وبعد كده بنثبت ولا بفضل اخس بدون توقف؟ دايما لما بتسال السؤال ده انا هختفي، هصحى في اليوم في بيجامه بس في السرير؟ لا مش هيحصل. لا بالعكس، اصلا معظم الناس زي ما قلنا بيوصل
80% من الوزن الزايد خصوصا لو وزنه فوق 120، لو وزنه اقل ممكن يخس اكتر من الوزن الزايد يبقى 120% مثلا من الوزن الزايد. ساعات بعض الناس تقول لي انا عايز اوقف كده، مش هتقدر توقف اول سنه، دايما بقول لا في فرامل ولا بنزين، لا نقدر نسرع قوي ولا نقدر نبطئ، ولكن حتى لو نزلت السن اكتر من الوزن بتاعك بعد سنه بترد في مكان، يعني الكيرف بينزل كده تحت المثالي سنه ويرجع عند المثالي بعد كده. بس زي ما قلت معظم الناس اصلا بتنزل قبل المثالي بخمسة كيلو، تبذل مجهود تمنع السكر، تظبط تاخد كنتاكي تاخد بيبسي، وتقدر تظبط الدنيا ترجع تاني للوزن، فتبقى فلكتويتنج في 5 10 كيلو اكسبتبل بالنسبه لي خالص. الاكل والشرب كل ربع ساعه ده على طول ولا اول اسبوع بس؟ الاكل والشرب حاجتين، الاكل بنقسمه مش لازم كل ربع ساعه بس، الاكل بنقسم 5 6 وجبات بدل ما ناخد هي وجبه واحده، مش هينفع معده صغيره، وما ينفعش الشرب والاكل مع بعض في نفس الوقت، دايما بنفصلهم نص ساعه لان الشرب بيزق الاكل بيتعب، يعني ايه المعده قد كده مش هينفع تشرب تاكل في نفس الوقت اصلا. في حد بيقول في واحده عملت العمليه مع حضرتك وما خستش غير حاجه بسيطه، ايه الحل؟ على حسب، ما لازم اقيم وقت قد ايه عدى، قد ايه وقت وزنها ايه قبل العمليه، ساعات كتير قوي في حاجات نقدر نصلحها، حطك على الطريق متابعه الشكليه دي متابعه حتى لو كويس اظهر. صعوبه العمليه مع الصيام في رمضان، صيام رمضان بعمل بحث كبير قوي هننشره قريب على صيام رمضان. الفكره كلها احنا دايما ما عندناش حاجه بتقول احسن وقت للصيام امتى، ولكن وصلنا ان شفت ناس من بعد شهر صام، في ناس بعد اسبوعين وده عذاب طبعا انا ما بنصحش بيه. رمضان بيبقى صعب، اسهل حاجه ان بعد 6 شهور، فانا دايما بقول 6 شهور اعمل، لو انت حاطط في خطتك تعمل عمليه رمضان قرب مننا، يعني يفضل ممكن لو مش عاوز تحاول انك تتجنب الصيام لازم تعمل حساب الحته دي انه هيبقى صعب، ولكن في ناس صامت بعد شهر مفيش مشكله. ساره بتقول عايزه تخس، بطلت تعملي بيتزا وانت هتخس، دي اختي طول النهار بتعمل بيتزا وعايزه تخس. خايفه قوي من تسريب سائل المعده اثناء العمليه، ما مدى نسبه الخطوره؟ قلنا هي 1% واقل ان شاء الله، احتمال ضعيف قوي قصاد المكسب كبير. 76 كيلو، العمليه المناسبه ومشكله البطن تتحل ازاي؟ غالبا احنا بنتكلم على سمنه موضعيه، ولو طولها طويله 1.70 متر يعني دي سمنه موضعيه، حلولها الاجهزه الشافت الحاجات دي مش تخصصي للاسف، فممكن ترجع لدكاتره التجميل. ممكن لو وزنك تحت 1.65 متر ممكن نعمل بالونه المعده، هي دي الحل ليكي بالنسبه للوزن ده. في حد بيسال شافت افضل ولا تكميل؟ ده حاجه وده حاجه، سمنه موضعيه وسمنه كليه، الموضعية بيبقى ليها شفط، ما ينفعش تفرق. ما انا صح، ما يجيش واحدة عندها 120 كيلو تقول انا هعمل شفط وهخس ال 120 كيلو، مش هيحصل طبعا، لان انت كده زقيت التراب تحت السجادة، ضحكت على نفسك، هتشفط في هنا بس بتاكل زي ما انت بتاكل، مش هيطلع على الدهون في نفس المكان بس هتطلع في حتة تانية، هي هتحافظ على 120 كيلو مهما عملت. وزني 76 كيلو ينفع تعمل عملية؟ نفس السؤال، 76 برضو تاني في الغالب لا، فيبقى ممكن بالونة المعدة كحل، كمحل مساعد. تحويل المسار لان عندها ارتجاع امن على مرضى الضغط العالي ولا لا؟ بالعكس ممكن يكون علاج ليهم ان شاء الله. الطول 175 والوزن 100، الطول 175 والوزن 100، ممكن تعمل ما دام فوق ال 100 في الغالب مهما كان الطول الا لو 1.90 متر. تفاصيل عمليه البالون احنا قلناها، الوزن المثالي ليها. حد بيقول ايه كان وزنها قبل العمليه 91 وبعد العمليه 70، عاوز اخس اكتر بقالي 6 شهور. بالظبط هي دي اللي انا لسه بقوله، انت ممكن اختفي ممكن اكتفي، اهو هي فاضل لها في الغالب 15 كيلو، هتظبط الاكل بتاعها، تنام 8 ساعات، تشرب سوائل كتير، تلغي السكر من حياتها، تاخد فيتامينات، هتشوف فرق رهيب مع الرياضه طبعا على الاقل ساعه في اليوم. مشكله البطن دي سنه موضوعيه، بس عاد بيقولوا لي مشكله البطن وبرده 400 كيلو، خلاص هنا مش بطن بس هي اكتر حاجه مضايقاكي البطن، فعلى حسب الوزن، لو وزنه قليل وهي بطن بس وانتم مترهلين مفيش عمليه شد البطن بس مش تخصصي. في اكسبريشن اول مره اسمعه، حد بيسال راي حضرتك في بوتوكس المعده؟ لا لو سمحت ما تعملوش، لان ده مثبت علميا انه ما بينجحش، وانا ما اعرفش ازاي لسه موجود، هو نزل ونزل عليه الابحاث اثبتت انه ما بينجحش، فما تحاولش. كنت دايما بقول ما يخسرش تعمل حاجه ما تضرش، بس في اثبت بعض الابحاث انه ممكن تضر، انه ممكن تموت خلايا المعده بالبوتوكس، فما بنصحش بيها. وفي الاغلب هتلاقي دكاتره الباطنيين هم اللي بيعملوا، دايما انا بفضل
الحاجات اللي هي بتاعت السمنه كلها يفضل هيبقى جراح سمنه لان هو مسؤول عن كل حاجه، يقدر يتابع ويقدر يحل لو حصل مشكله. ايه الفرق بين تحويل المسار والتكميم؟ تحويل المسار مبسط كده ان انا بحاول بصغر حجم المعده وبحاول مجرى الاكل بحيث يبقى ينط حته من الامعاء ما يمتصش فيها حوالي 2 متر تقريبا. تكميم المعده بصغر حجم المعده بخليها لشكل وحجم اللي يبقى حجمها نص. تحويل مسار عشان بنعمل التحويله دي بيبقى الريستريكشن والقفله اقل، ولكن بتعتمد على التحويله. وال حضرتك بتعمل عمليه نحت؟ تجميل. كتفي الشمال بيوجعني بعد تكميم المعده، في سبب؟ ممكن نراجع كالسيوم والفيتامين دي، مهمه قوي العظم ووجع العظم والعضلات، مهم قوي فيتامين دي والكالسيوم والفيتامين بي 12. طب انا بذاكر لاولادي ومعايا اطفال، هل العمليه هتشغلني عنهم؟ يعني هقدر اكون معاهم وامارس الحياه امتى؟ ده سؤال بيجاوب اللي هو بالظبط. يعني انا عندي واحده عملت الثلاث قلت يوم الجمعه كنت واقفه بطبخ لعيالي وباخد بالي منهم والدروس وكده، فما فيش مشكله كريكفري. وعلى المدى الطويل الارهاق والتعب لو اخدتي الفيتامينز وشربتي سوائل كويس وتغذيتي وظبطتي الكالوريز بتاعتك مش هتبقى تعبانه. وزني 92، هل ينفع الكبسوله؟ لا طبعا مفيش مشكله. واحده بتقول جوزي بيحب الاكل قوي وزنه 120، ممكن اكتر يناسبه تكميم ولا تغيير مسار؟ لو بالك ايتر وبياكل اكل كميات كبيره تكميم، لو عنده سكر يبقى تحويل مسار، لو عنده ارتجاع يبقى تحويل مسار. بنسبه 80% معظم الناس تنفعها التكميم والتحويل المسار. طب مين دكتور تجميل يعمل النحت؟ انا ما اعرفش بصراحه. يعني انا ما اقدرش اتكلم بالنيابه عن حد برضو، دي جراحه تجميل مش تخصصي، فمش عاوز اقول حاجه انا مش متخصص فيها بس للاسف. وانا ما عنديش اكسبيرينس فما اقدرش ارشح حد. طول 165 ووزنها 80، ايه العمليه المناسبه؟ هنا احنا في الغالب بنتكلم في الكبسوله، يعني الوزن مش هيكون كروسنج المارك بتاع البي ام اي كتله الجسم، ففي الغالب بالونه او كبسوله المعده. لو سمحتي ايه هي الكبسوله؟ كبسوله هي كبسوله بتتبلع تخش جوه البق تتنفخ تبقى شكل البالونه دي، تبقى حاسس بالشبع طول الوقت، مش هتزود الحرق زي العمليات بس هتحس بالاحساس الشبع اسهل. تقعد في نوع بيقعد 4 شهور، في نوع بيقعد 6 شهور، في نوع بيقعد 7. مش معنى اللي بيقعد اكتر بيخسس اكتر، هو بيحافظ اكتر على الوزن. من الاخر اهم 3 شهور من اول 3 شهور دول الجولدن بيريد اللي هي ممكن تخس فيه اعلى نسبه. البالونه 50% مجهود عليك 50% على البالونه. هل تحويل المسار لازم يفضل طول عمره بياخد فيتامينات وادويه بعد العمليه؟ بص انا السؤال ده بيتسال والاجابه كالاتي، انا باخد ساعات فيتامينز، فيتامين مش قصه بس برضو لو اكلتك منتظمه ومتنوعه بتحاليلك مظبوطه صحتك كويسه ممكن جدا نقلل الفيتامينز، بس لازم تعمل حاجات دول يبقوا موجودين. طيب بص يا دكتور، حد بيسال بالانجلش برضو، الهايت 160 وزنها 95، شي هاد جاستريك باند وستوب لوزينج اني ويت. جاستريك باند، جاستريك باند هو حاجه اسمها حزام المعده بيتحط على اعلى المعده، ذس از ذا جاستريك باند، خلاص ما بقاش موجود في العالم. هي كانت فكرتها تحط على المعده فوق كانت تحس بريستريكشن، تحس انها مش جعان. للاسف نسبه فشله 70%، فاكتشفنا الموضوع ده من 5 سنين توقف خالص العمليه دي تقريبا. في ناس لسه بتقدمها، انا ما يعني ما اعتقدش ان في مراكز يعني من المعتمده بتحب تعمل العمليه دي خلاص، وكل واحد ليه اختياراته. بس اكبر دليل على كلامي ان اسبوعيا بيجيلنا حالات زيها ما نجحتش، فبنشيل الحزام وبنعمل تكميم او تحويل مسار، فدي حل من الحلول. بس في 30% ناجحه معاها، فلو هي كويسه معاك خلاص، بس واضح ان هي محتاجه تعمل خطوه تانيه. حد بيسال الكبسوله ممكن تخسس وزن قد ايه؟ من 10 ل 15 كيلو لو وزن قليل اقل من 100، لغايه 30 كيلو لو وزن فوق ال 100 كيلو. مجهود كبير عليك، كبسوله لازم تعمل معاها مجهود. مش زي التكميم، التكميم مجهود بيجي بعد السنه. يعني انا بقول 90% على العمليه 10% مجهود على الشخص. البالونه 50 50. طول 163 وزن 83، اقتراح كبسوله ولا تكميم؟ السؤال ده بيتكرر كتير. لان هو ده معظم الناس، خلي بالكم مصر والدول العربيه تلتين الشعب عندهم سمنه او زياده في الوزن. ولقوا ان 80% ما يعرفش انه يعني ممكن تروح توزن نفسك وتشوف على الجدول انت سمنه درجه اولى ولا ثانيه ولا ثالثه ولا زياده في الوزن، يبقى هو فاكر اقل. للاسف دي المشكله، وده خلى خلي بالكم مش في وباء عالمي
السمنه من حوالي 7 سنين منظمه الصحه منظمه WHO قالت ان السمنه مرض وبائي لازم نبتدي نواجهه، ودوله زي انجلترا متوقعه ان السمنه بتؤدي الاورام، متوقعه ان هيزيد 600 حاله اورام على خلال ال 10 سنين على 2025. فبالتالي بداوا يواجهوا السمنه من بدري، لان يعني ببساطه تكلفه علاج الاورام اغلى من تكلفه علاج السمنه، فبداوا يواجهوا بسرعه دلوقتي لانه متوقعين 600 الف حاله كانسر بسبب السمنه. دي الدولة ودي تفكير الدول وزي التفكير الموضوع كبر. فنسبة 80 كيلو دي هي دي زيادة الوزن، ما بين انت بتلعب ما بين زيادة الوزن او سمنة من الدرجة الاولى، دي بنتكلم تلتين الشعب دلوقتي. فمشكلة، مش بقول كل حاجة العمليات، بالعكس في خطط للدايت، في خطط لتنظيم الاكل والرياضة لازم، بس تبحث لازم اعرف انت واقف فين وابتدي خد اكشن. خد اكشن. كان في حد بيسال ايه الفرق بين الكبسوله والبالونه؟ الكبسوله دي كبسوله نزلت فكره جديده لها كام سنه، بس جت مصر من حوالي سنه. فكرتها ان انت مفيش منظار، مفيش تخدير، مفيش اشعه، مفيش تدخل جراحي، كل الحكايه بتبلع كبسوله وتنفخها جوه البطن. زمان كان الكبسوله البالونه بتيجي دي بالونه عايز ادخلها جوه بطنك، ما كانش ينفع ادخلها غير في انبوبه طويله قد كده. فالانبوبه دي عاوزه بنج، فلازم تاخد بنج ولازم منظار عشان ادخلها جوه وانفخها، وبعد 6 شهور اقوم داخل خارمها مفضيها وصاحبها. الكبسوله فكرتها ايه؟ انها معموله من طبقوها جامد، بقت حجم الكبسوله فعلا. كمان عملوا الجدار بتاعها ضعيف انه بعد 4 شهور بيدوب وينزل لوحده في الحمام، فبالتالي مش محتاج اي تدخل، ما فيهاش مش محتاج مستشفى خالص تقريبا يعني. متخيل انا قاعده بدي في بطني؟ دي وجبه كان هو دايما يقول يعني لسه مركب بعد دلوقتي، تحس مره جالي حالتين مقهره جايين فاكرين ان هم هيركبوا الكبسوله ويطلعوا ياكلوا اكله السمك. قلت لهم انا عزمتكم على اكله السمك بس هي الكبسوله، يعني تخش تحس ايه ده، انا مش كانه واكل اكله السمك اللي كان لسه بالظبط. كانت عامله تدبيس، ينفع تفك الدبابيس وتعمل تكميم؟ ما اسمهاش فك الدبابيس، ولكن هي اسمها تحويل العمليات الاعاده، اللي هي يكون عامل عمليه والعمليه الثانيه دي عمليات معقده اكتر شويه، لان يعني بيبقى في تساقط من العمليه الاولانيه، تمدد في الانسجه، فمحتاج تكنولوجي وتكنيك اعلى بكتير عشان نعلي نسبه الامان بتاعتها. فبالنسبه لها التدبيس ممكن تتحول لتحويل مسار افضل مليون مره من التكميم، وممكن تكميم بس انا ما برجحش. طيب الكبسوله مناسبه للي عنده التهابات معده، وايه اضرارها؟ لا البالونه او الكبسوله ما ينفعش نعمل في الحاله دي، الكبسوله بتكون لها عيب ان انا ما بخشش اشوف بالمنظار البطن اخبار ايه، فالبالونه العاديه تكون افضل، ان لازم اشوف المعده فيها التهابات فيها قرح قبل ما اركب البالونه. فالكبسوله ما تنفعوش، الكبسوله بتتحط من غير ما يكون، بس انا في خبره العشر سنين اللي فاتوا دول احتمالية ان انا دخلت بمنظار وما حطيتش البالونة يتعدوا على الايد الواحدة، فاحتمال ضعيف قوي. بس لما يكون حد عامل منظار قبل كده، كان لسه عندي حالة امبارح كده عامل منظار وكان عنده قرح او هو عارف ان عنده التهابات، مش هقول له كبسولة، هقول له اعمل البالونة العادية. طب دكتور اللي عامل تحويل مسار بيقعد قد ايه في المستشفى؟ ليلة في المستشفى ان شاء الله. زي التكميم برضه نفس الريتوك. ساعات عندهم ليلة زيادة، ساعات التكميم بيقعد ليلة زيادة، دايما بقول 98% من الحالات بتاعتي بيقعد ليلة واحدة، 2% ممكن يقعد ليلة زيادة. واحدة بتقول فلازم تشرب سمك كويس معاك. حد بيقول جسمي كله اترهل بعد عملية ميجا لايبوسكشن ومش عارفة تشد الجسم، I think دي تجميل صح؟ كده لازم عملية شد؟ مش تخصصي، مش هقدر ارد على السؤال ده، معلش انا اسف. يعني في الغالب يعني كله تجميل، لايبوسكشن وشد. الصوت راح. تقول الصوت. الصوت راح ليه؟ مش عارف. الصوت. مش عارف. طب ثواني. الصوت راح لي مش عارف كده. الصوت رايح مش عارف. لا انا كده فكيت السايلنت، رجع خلاص رجع اوكي. دكتور احنا معطلين؟ لا مش احنا معطلين. لا
اللي عنده ارتجاع تنفع معاه الكبسوله وبتنزل كام كيلو؟ دايما الارتجاع لازم ابقى اعرف ايه سبب الارتجاع. تاني لو في اي مشاكل في المعده، لو في فتحه، في حاجه اسمها فتحه، حاجه بتحجز فيه ناس وده يعمل ارتجاع، ما ينفعش نعمل له بالونه ولا كبسوله. تاني لو حد عنده شكوى المعده افضل نعمل البالونه اللي بتتركب بالمنظار دي عشان نخش نشوف، عباره عن تشخيص قبل ما نعمل اي حاجه، قبل ما نفتح البالونه اصلا. الكبسوله ما فيش تشخيص، ده هي ليها ميزه كبيره قوي انك ما تاخدش تلت ساعه وما فيش بنجو بتروح على طول، ما فيش اي حاجه، مش عايزين دكتور تقديم، مش عايزين بنجو، مش عايزين اي حاجه. بس ما ينفعش، لازم اشخص المشكله الاول، فبقيم كل حاله. كان عندي اثنين جايين مع بعض يعملوا كبسوله، انتهى الموضوع ان واحد كبسوله والتاني هي لازم يعمل منظار. في حد بيسال الرجوع الوزن بعد الكبسوله؟ كبسوله حل مؤقت، في فيديو بنبعته كده وفي معلومات انستراكشنز على البالونه بالذات والكبسوله. الكبسوله والبالونه نفس نزول الوزن بالمناسبه. لازم تبقى عارف ان حل مؤقت، انها تدي لك قوه زقه ولازم تحافظ عليها، لان لو ما حافظتش عليها مش هتجيب نتيجه كويسه، ولما تنزل الكبسوله او تتشال مكان المعده فضي فممكن ترجع تتحط تاني، فلازم تحافظ عليها. برضو على الدهون الموضعيه، الدهون الموضعيه مش هتفيدك يعني، ما شفت دهون وحاجات كده. سلبيات الكبسوله انها تقريبا الاسئله بتتكرر. انا هحاول ان انا اعمل سيف للفيديو ده يبقى على الاكونت علشان يرجعوا له في اي وقت. بس بتهيألي كده مفيش اسئله جديده خلاص. الباقي عطلناك يا دكتور. ميرسي ميرسي بالعكس. ثانك يو ان انت جاوبت على اسئلتي. في اللي احنا كنا بنقول هذه السنترم مشهور انه حباية او اي دواء ممكن يبقى دواء حبة كبيرة، ففي الحالة دي بنستبدلها في تشوبل فيتامينز، في ماركات كتير قوي تشوبل. الجاميز مش احسن حاجة ولكن اكسبتبل. الحاجة التانية في انواع فيتامينز بودرة، فدايما وفي فيتامينز حباتها صغيرة وفي فيتامينز سيروم. المشكلة بس الفيتامين اللي موجودين معظمهم للاطفال، فبناخد دبل الجرعة او نبعت نجيب من بره، يا رب المطارات تبقى فاتحه وكله كويس. بتجيب في انواع كتيره قوي معموله مخصوص لجراحات السمنه، فبنبعت نجيبها، بتبقى بديل وسهل وسهل على المعده. ثانك يو، شكرا يا دكتور. ثانك يو فيري ماتش يا ميادة. ثانك يو. يعني سيف اللايف ده على الاكونت علشان يقدروا يرجعوا له في اي وقت. وشكرا. شكرا يا ميادة، وجود لك لاي حاجه. باي باي. باي باي.